السلفية الحق، كلمة السلفية الحق مش هم دول اللي بيتكلم عليهم يسري خالص. ولذلك عايز اللي يسأل أو يتكلم عن السلفية أو الإخوان أو الجماعة أو يدري أن يعني يدري أن لكل قاعدة شواذ، ومش كل من قال أنا سلفي بقى من السلفية. ما ممكن أنا سلفي يعني بستلف من حضرتك فلوس. ما يعني ما تنفعش كده، أصل كلمة سلفية دي إحنا كلنا سلفي، يعني دي مسألة محتاجة تدبر. كريم بيقول لي هم ينفع نقول متأسلفين؟ والله هم كل حاجة، اللي بيعملوا كده حتى الكلمة دي خسارة فيهم. حتى الكلمة دي خسارة فيهم. طب عايز أسأل حضرتك سؤال يا دكتور محمد عشان الفايدة برضه. طب ناخد من مين؟ علمائنا، من علمائنا. هنا بقى. هنا إحنا من علماء. إحنا فضلنا ردح من الزمن نقول علماء الأزهر بتوع السلطة الأوقاف اللي هم بياخدوا راتبهم مش عارف إيه، نعترض على دول ونيجي نتكلم على دول اللي بره بقى نقول إجازاتهم إيه؟ ناخد من مين؟ هتلاقي فريق بيشكك في ده؟ لا، ناخد من علماء الأزهر ومن علماء الأوقاف ومن علماء السلفية ومن علماء الإخوان، ناخد من كل من نجد فيه سمت العلم. هي 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 لا تأس على القوم الكافرين، يعني هي في دماغها من الأسوأ. ما هي لا لا تأس يعني لا تحزن. خلاص بلاش اسمها يا كريم. لا يعني لا تحزن يعني. لا تأس هنا يعني لا تحزن، لا تبالي يعني. هي نفسها ان انت تقول لها ايوه لا تأس يعني ربنا بيأمرنا ان احنا ما نقساش عليكم، بس والله ربنا بيأمرنا كده فعلا يعني. لا هي ده معنى وده معنى. بالعكس يا سيوف، انا عايز اقول لك على حاجه. يعني القرآن الكريم وثم من بعده الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام. اولا يكفينا فخرا وشرفا ان نبينا صلى الله عليه وسلم بنص كلام السيده عائشه كان خلقه القران عليه الصلاه والسلام. ما معنى كان خلقه القران؟ انا ارى ان هذا المعنى لم يصل الى احد حتى الان. المعنى الحقيقي اللي تقصده السيده عائشه، يعني لو سالت واحد ما معنى ان الرسول كان خلقه القران هيقول لك ايه؟ تفتكر هيقول لك ايه؟ يعني ايه كان خلقه القران؟ كان هو يمشي قرانا يمشي بين الناس، يعني ايه؟ ما معنى هذا الكلام؟ بتسألني شخصيا؟ مثلا لو انت سألت حد حتى يعني هيبقى الرأي. انا اعتقد ان هو كان يطبق اخلاق القرآن الكريم يعني كما انزلها الله تبارك وتعالى. هذا هو الشائع في الفهم. انما الحقيقة اكبر من ذلك بكثير. تفضل. انظر الى القرآن، هل في القرآن نقص؟ هل في القرآن نقص؟ نقص؟ لا. القرآن لما توصف قال ايه؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. القرآن كتاب مكتمل الأركان والقواعد، شرح لكل شيء، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا تكلم فيها باستفاضة. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ده موضوع تاني عشان فيها في الآية فيها حملت وجوه في الآية دي. تمام. إنما أنا عايز أقول هل في القرآن نقص؟ لا. الإجابة لا. قطعا لا. هكذا خلق الرسول، ما كان فيها نقص عليه الصلاة والسلام. يعني خلق الرسول شبهتها السيدة عائشة بالقرآن مكتملة. الله، خلق مكتمل. ده ايه؟ تشبيه تمثيلي؟ تمثيلي واضح، واضح ومجاز عظيم جدا انها تقول كان خلقه القرآن. وانا يعني بقول المعنى اكبر بكتير من انه بيتخلق بالحمد. هذا كلام على رأسي وعلى عيني، لكن انا ارى ليس هذا هو. شوف، كأني بالسيدة عائشة تسألك وتسألني وتسأل كل هل يصح أن هل في القرآن نقص؟ الإجابة طبعا هتبص تلاقي حتى اللي ما قراش القرآن يقول لها لا. ها؟ كذلك خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنهارده لما تيجي تسمع واحد في مسجد بيقول لك إن الرسول كان بيقول لك ما تسلموش على النصارى وما تكلموش اليهود، هذا هبل. واحد أهبل بيتكلم. ها؟ يعني هذا الرجل انا ارى انه المفروض ما يصليش، ما يدخلش مسجد، ما يتكلمش. لان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جلس بجوار عمه عشان يخليه يقول لا اله الا الله، هو اللي قعد جنب طفل يهودي عشان يقول لا اله الا الله، الذي يفعل هذا يقول لك ما تسلمش وما تكلمش، الذي يقف لجنازه يهودي. وانا بقول لك على الروايتين اللي عندنا، انه بكى او انه بكى لانها نفس او لانه افلت من يدي فسقط في النار. ده محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النجاشي النصراني لما ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه كيف عاملهم؟ يعني انا لما انظر الى النجاشي ارى ان هذا الرجل كان حقيقه ودون ادنى مجامله كان رجل مكتمل الاخلاق، كان رجل واعي. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجنازه. لماذا؟ لما فعله بالمسلمين. والذي فعله لا مجامله، لا هي مجامله ولا هو، لانه ما يعرفهمش. طيب بس صلاه النبي عليه معناه انه اسلم.
طبعا مسلم طبعا نعده صحابي. اختم بالسؤال ده. والله فيها خلاف. وانا شخصيا من الناس اللي ما بتفرقش عندي. انا يفرق عندي اللي فعله النجاشي واللي يجب انا افعله مع النصارى ومع اليهود المسلمين، مش اليهود اللي هم مش الراجل اللي اسمه نتنياهو ده، ولا لا، اليهود اليهود. يعني اذا انت لقيت مثلا جماعه يهود مثلا في الهرم عندنا هنا او في شرم الشيخ، تعاملهم ازاي؟ لا ينهاكم الله. دول مش اسرائيليين يا جماعه، ده دول جايين حبا في مصر. لا ينهاكم الله. اللي انت ما تعرفوش بقى ان اسرائيل فيها جماعه كامله تتعدى 30% غير موافقه على السياسه الاسرائيليه بالمره، هي على يكاد يكونون على سياستنا، على سياسه العرب، ومؤيدين للعرب ومؤيدين لمصر بالذات ومؤيدين لكل الحقوق الفلسطينيه. يبقى ما ناخدش ده بذنب ده، المسلم لازم يكون واعي. كريم بيقول لي احنا صراعنا مع الصهيونيه. مع الصهيونيه مش اليهوديه، مش اليهوديه. ايه رايك في كريم؟ كريم ده هنجيبه يقعد هنا الحلقه الجايه. ربنا يكرمه يا رب. اللهم امين.